إثر مصادقة عاهل البلاد المفدى على القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي بشأن شراء سنوات الخدمة لموظفي القطاع الخاص أسوة بأقرنائهم من موظفي القطاع العام، بيّنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنه سيكون للمؤمل عليهم الاختيار بين سداد قيمة شراء المدد الافتراضية بما لا تتجاوز 5 سنوات دفعة واحدة أو على أقساط شهرية. بعد تفضل صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على مصادقة قانون التأمين الاجتماعي الذي تم بموجبه السماح لموظف القطاع الخاص بشراء سنوات الخدمة الافتراضية، أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استعدادها لاستقبال طلبات الشراء للعاملين بالقطاع الخاص كافة. نسبة الزيادة التي سيحصل عليها المتقاعد عند انتهاء الخدمة من جراء هذا الشراء أو الضم، طبعا هو عن في حال قيام المؤمن عليه بشراء 5 سنوات وهو الحد الأقصى راح تضيف له زيادة بنسبة 10% على قيمة المعاش التقاعدي، وهي ما تمثل 2% عن كل سنة من السنوات اللي راح يقوم بإضافتها. أما بالنسبة عن الخطة الإعلامية اللي الهيئة تقوم فيها، طبعا هي الخطة موجودة على مدار السنة، الهيئة تقوم بعمل تواصل مع جهات العمل وذلك في تعريفهم بأي قوانين جديدة تستجد في القوانين الاجتماعية، وطبعا حق هذه الموضوع تم التواصل مع جهات العمل وتم وضع خطة للحالات المستقبلية إن شاء الله. الهيئة وبناء على هذا القانون تقوم بإجراءات عديدة عبر برنامج خاص لتنفيذه بشكل سلس ومبسط. يتم حاليا استقبال الطلبات في جميع فروع مراكز الاستقبال التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي كالتالي: عندنا اللي هو في المبنى الرئيسي، منطقة دبلوماسية، ومجمع سترة التجاري، مجمع التأمينات التجاري، بالإضافة إلى المكاتب التمثيلية التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، موجودة في هيئة تنظيم سوق العمل بفرعينها اللي هو سنابس وميناء سلمون. وطبعا مستقبلا راح يكون في توجه اللي هو استقبال الخدمة عن طريق اللي هو الموقع الإلكتروني. بالنسبة حق اللي هو الإجراءات، إجراءات السداد يمكن المؤمن عليه سداد اللي هو مبلغ الشراء أما دفعة واحدة أو عن طريق اللي هو نظام الخصم المباشر من الحساب البنكي للمؤمن. قرار جاء بعد أن رفع مجلس النواب تفاصيله إلى مجلس الشورى والموافقة عليه فورا لما فيه مصلحة لموظف القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم أكثر من 92 ألف بحريني من مختلف الجنسين.